استطاع التطعيم الثالث أن يوقف ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة قليلاً، ويمكننا القول بحذر كبير أن الموجة الرابعة للفيروس قد كبحت نوعاً ما. أما على صعيد التقييدات لمنع انتشار مجدد فلا تزال قائمة وتتعدل وفقاً للحالة، ولعل أبرزها النقاش الدائر حول افتتاح المدارس في الأول من أيلول القادم أم في الأول من تشرين الأول الذي يليه، وما إذا كان يجب تطعيم طلاب الإعدادية والثانوية داخل المدارس. مواضيع حارقة تشغل أروقة صنع القرار الإسرائيلي، كما تشغل الشارع الإسرائيلي نفسه بين داعم ومعارض. وفي ظل ما تقدم يبقى التعايش مع الفيروس أكثر الآراء الواقعية المتفق عليها. إلى العناوين. مشافي البلاد تعلن عدم استقبال مصابي كورونا، والكابينيت يجتمع لبحث العودة للتعليم. أم الفحم هدم منازل ومنشآت قيد الإنشاء بذريعة البناء دون ترخيص. نهاية أسبوع دام في المجتمع العربي مع تصاعد أعمال العنف والجريمة. أهلا بكم. أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد بوفاة 7 مرضى بفيروس كورونا منذ مساء أمس، وبارتفاع عدد مرضى كورونا بحالة خطرة إلى 666 مريضا. وفي المقابل ارتفع عدد الذين تلقوا جرعة التطعيم الثالثة ضد الفيروس. أما المستشفيات في البلاد فقد عقد مديروها مؤتمرا صحفيا أعلنوا فيه عن الإضراب المفتوح وعدم استقبال مصابي كورونا اعتبارا من الاثنين. مراسلتنا رماح حياة مفيد كانت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وقت سابق هذا اليوم، فلنشاهد. نعم مريم، نحن نتواجد هنا أمام مكاتب وزارة الصحة الإسرائيلية في مدينة القدس، هنا حيث أجرى الأطباء مديري المستشفيات العامة 7 مؤتمر صحفي أعلنوا به عن خطوات احتجاجية بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين المستشفيات وبين وزارة الصحة من تمويل هذه المستشفيات حتى تتمكن من الصمود أمام جائحة كورونا في موجاتها الأربعة، خصوصا هذه الموجة الرابعة. وللحديث أكثر عن الخطوات الاحتجاجية وعن الزيارة التي أو الاجتماع الذي جمع المديري 7 مع وزير الصحة، سينضم إلينا هنا البروفيسور فهد حكيم وهو مدير المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة. مرحبا بك بروفيسور. أهلا فيك وجميع المشاهدين. يعني بداية ضعنا في الصورة، ما هو السبب الرئيس لخروجكم في هذه الخطوة الاحتجاجية؟ إحنا مش جايين خطوة احتجاجية، إحنا جايين نأخذ حق المواطن، حق المتعالج وحق المعالج. ببساطة احنا قبل سنة ونص كنا بهاي المحل مع وزارة المالية، وتم اتفاق بيننا وبين وزارة المالية مع وزارة الصحة. لحد اليوم مش عم ناخذ هاي بنود الاتفاق، كأنه ما عملناش شيء. في ورقة ممضية من حكومة إسرائيل ماضي عليها وزير الصحة وزير المالية ومتفقين عليها، فيها 3 بنود بسيطة اللي فيها معونة مادية للمستشفيات عشان تقوم بواجبها للمواطنين. غياب هذه الميزانيات ماذا يتسبب لكم؟ اولا احنا موجودين في حاله حرب، لما اليوم فيش ميزانيه يعني احنا ما نقدرش ندفع معاشات، ما نقدرش ندفع للناس اللي بتجيب لنا الملكات، ما نقدرش ندفع كهرباء، ما نقدرش ندفع اكسجين، ما نقدرش ندفع لوجبات الدم. يعني المستشفى شو بحاجه؟ بحاجه لاشياء اللي هي اساسيه عشان يقدر يكون بواجبه. واحنا مش عم نحكي بس عن مستشفيات الناصر، بنحكي عن مستشفى القدس يعني العاصمه الدوله اللي فيش فيها امكانيه اليوم تعطي علاج للمرضى. فمشان هيك احنا مش خطوه احتجاجيه ولا جايين نعمل اضراب، ولا جايين، احنا جايين بمسؤوليه قبال تجاه اهلنا اللي احنا مسؤولين. انا دكتور مسؤول عنهم طبيا، انا مش مستعد انه انا افوت انسان عندي على القسم اللي انا عارف انه بعد بكره فيش امكانيه اعطيه علاج. فاليوم انا بقدر اعرف هذا الشيء كمان كم يوم فيش عندي امكانيه، وهذا الشيء مش راح يصير. مشان هيك احنا جينا قلنا لوزير الصحه ووزير الماليه ورئيس الحكومه اتدخلوا اليوم قبل بكره، من بكره احنا مش راح نقدر نستقبل مرضى الكورونا لانه بطل في عندنا امكانيه نستقبلهم. يعني ما هي الخطوات الفعليه؟ عدم استقبال، قلتم بانكم سوف تتوقفون منذ يوم غد عن استقبال مرضى الكورونا، ما هي الخطوه؟ ماذا تعنون بهذه الخطوه؟ ما الذي سوف يواجهه مريض الكورونا؟ وهل هناك من خطوات اضافيه؟
للاسف يعني احنا مش جايين نصعبها على المرضى، بالعكس بالاخره احنا ممكن انا انعدو اي انسان، ولكن مرضى الكورونا هن اليوم مش سلعه، احنا ما بنتاجرش فيهن ولا بحياتهم. اليوم مريض الكورونا بيجي على المستشفى بكره الصبح مش راح يلاقي علاج في المؤسسه وراح نقول له تجيش عنا. اذا اليوم من الليله ما بتنحلش القصه، وزاره الصحه وزاره الماليه بيجتمعوش مع وزير رئيس الحكومه بيحلوهاش، احنا بوضع اللي انا مش راح اسمح للمرضى، ومش بس انا، كل السبع مستشفيات، احنا نخدم 2 مليون بني ادم، 2 مليون بني ادم، في عنا عشرات الاف العمال والاف الناس اللي عم تشتغل من المستخدمين اللي بيشتغلوا معنا، هذا مش شيء وين. ومش بس هيك، احنا كمان مره احنا مش بس بالكورونا المشكله اصعب بالكورونا، ولكن في كمان ملكات اللي هي مش موجوده اللي لازم وزاره الصحه توصلها وزاره الماليه، بصيرش تعطي مستشفيات ثانيه واحنا نتفرج عليهم. هذا الشيء مش مقبول لا الك ولا علي، احنا جايين مثل المواطنين، الناس اللي تعالج هن اهلنا بالاخر، وهذا اهم شيء بالنسبه لنا، احنا ماخذين مسؤوليتهم، وهذا وقفه مسؤوله لا اكثر ولا اقل. وزير الصحه استقبلنا ولكن المسؤوليه اسا عنده، هو المسؤول عن مواطنين الدوله، هو لازم يحل المشكله. في هذه الجلسه ما الذي حدث؟ زي ما كفوي كل جلسة وعودات، وإحنا إن شاء الله بصير خير وإن شاء الله بصير خير. إحنا ما بينفع، إحنا دائما نركن على رب العالمين ونركن على الناس اللي حوالينا، وللأسف كمان الناس اللي عم بتعيننا من بريد البلاد كمان عشان ندفع المعاشات للناس اللي بتشتغل عندنا. وهذا الإشي اليوم إحنا عايشين في دولة مش عالم ثالث، مفروض الدولة تقوم بواجب مواطنها. إحنا مندفع، إحنا مندفع ضريبة للمواطنة في دولة إسرائيل، لا مدفعها بالمستشفى الإنجليزي لا بسكوتلندا ولا بإنجلترا، كلها مفروض حقوقنا ناخذها. ببساطة وزير الصحة عليه مسؤولية كاملة يوصل المعونة إقبال إحنا مش مفروض نقعد لا إقبال وزير مالية ولا إقبال رئيس حكومة، هو الوزير المسؤول عنا، يجي يقوم بواجبه البسيط ويعطينا المساواة اللي بتطلع لنا، تطلع المواطن النصراوي والمواطن اللي حول الناصري والمواطن اللي ساكن في القدس وكان في نتانيا ولا بنبرك حقه زي أي مواطن في الدولة، أبسط منك بدناش. فهد حكيم شكرا جزيلا لك. إذا هذه هي صورة الوضع هنا في المستشفيات السبع التي تخضع وتقع تحت ضغط مالي وضغط مهني كبير. أعيد البث إليك مريم. شكرا لك رماح مفيد. حكومة مختلفة ولكن مع نفس المشاكل. وإلى مبادرة مغاسل موتى كورونا، مبادرة انطلقت لتشريع غسيل الميت قبل دفنه وفقا للتعاليم الدينية. تقرير رماح مفيد. دفن متوفي الكورونا في المجتمع العربي كان يشكل عقبة إضافية إلى صدمة الوفاة نفسها بالنسبة للعائلة، إذ فرض في بداية الجائحة دفن متوفي الكورونا دون تغسيلهم، وهذا ما دفع بالحاج سامي جبارة من مدينة الطيبة للسعي وراء تشريع غسيل الميت قبل دفنه. إذا كان الأطباء والممرضين في عندهم اتصالات في مرضى الكورونا هم أحياء، ففي إمكانية هناك أنه لما نلبس المغسل لباس واقي وإحنا يعني مستعدين أن نوفر كل شيء لحمايته، ليش ما فيش شيء المانع أن نغسل الميت خاصة أنه لا يتنفس. أكثر من 80 متوفياً تم غسلهم في هذه المغسلة من نساء ورجال، وكحال أي شيء جديد تخوفت النساء من غسل المتوفيات بسبب الفيروس، إلا أن أم محمود كانت في الصفوف الأولى لتقديم آخر احترام لجثمان المتوفيات، وهي ترى بذلك حقاً للمتوفية وعائلتها لتكون آخر المودعين لهن. لما تجيبوها الموفية بجيبوها بحطها على المغسل بغسلها، ممنوع حدا من أهلها يعبر يشوفها، يعني إذا بيبكى لابس لبس الوقاية بشوفها، ما بيبكاش لابس بخليهوش حدا يشوفها، بعبرش حدا أنا، وبغسلها وبعكمها وبعكم اللي بعبره وبعكم حالي أنا برضو وبعكم المحل بعد ما يطلعوها. وخلافا لما يحدث في دول أخرى في العالم، يكرم متوفو الكورونا بالدفن في المقابر العادية وقرب عائلاتهم. رغم أنه إحنا بنكون حريصين أنه في إلى جانب الكفن للميت في هناك نيلون يلف فيه على أساس أنه ما يكون أي خطر ممكن أنه من السوائل اللي يعني بتنزل من الميت أنه يكون أي عدوى، فهاي الأمور بناخذها بعين الاعتبار والحيطة، ولكن يدفنوا في مقابر عادية يعني عند الناس العاديين. هذا وترافق عملية الغسيل للمتوفين عقبات كثيرة غير الموت، مثل الانتظار الطويل قبل وصول الجثمان إلى محطته الأخيرة قبل الدفن، إذ قد تستغرق عملية تخليص الجثمان من المستشفى
أكثر من 10 ساعات. خسر المجتمع العربي مئات المتوفين في هذه الجائحة. وفي هذه المغسلة في مدينة الطيبة غسل في الأسبوع الأخير وحده 3 متوفين. ومثل هذه المغسلة تتوفر مغاسل في مدينتي طمرة والناصرة، وجميعها تخدم المجتمع العربي. ونبقى في جائحة كورونا، لازال النقاش افتتاح السنة الدراسية محتدما في الكابينيت، وقد دعت هيئة الطوارئ العربية اليوم إلى افتتاح السنة الدراسية في موعدها في الأول من أيلول القادم. أما في موضوع فحوصات الأطفال، فقد افتتحت وزارة الصحة بالتعاون مع السلطات المحلية اليوم الأحد حملة فحوصات الأمصال للأطفال مع اقتراب افتتاح السنة الدراسية. وحول هذا الموضوع ينضم إلي المحامي نديم مصري، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية. أهلا بك أستاذ نديم. دعنا نبدأ من موضوع الفحوصات، ما رأيك في هذا الإجراء، إجراء فحوصات للأطفال قبل دخولهم إلى المدرسة؟ مساء الخير لكم المشاهدين. صراحة كنا منذ البداية قد وافقنا على كل المقترحات والمنظومة للفحوصات والتطعيمات، ولكن مع الأسف لحد الآن يعني نحن تقريبا أسبوع على افتتاح السنة الدراسية، واليوم بدأت حملة التطعيمات. قبل كم يوم بدأت حملة التطعيمات، واليوم بدأت حملة الفحوصات المضادات. مع الأسف نرى بأن عدة أماكن غير مجهزة، وكان ازدحام كبير، وكان إقبال من قبل الأهل لهذه الفحوصات، ولكن مع الأسف لم تكن هناك المنظومة مجهزة، والكثير من الأهل عمليا رجعوا إلى البيت بدون ما أنهم يعملوا الفحوصات. مع الأسف يعني نرى بأن هناك مخططات وهناك منظومة، والوزارة عمليا لا تكدس الموارد والمحطات اللازمة حسب الاحتياجات، ونحن عمليا نتخوف من افتتاح السنة الدراسية أو نصل لواحد 9 وجميع هذه المنظومة حتى الآن غير جاهزة من نعم. قبل يعني هيئة الطوارئ اليوم دعت، وأيضا لجنة التعليم دعت إلى افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول. مع هذا، مع ما تقوله ومع ما يجري في الحقل حقيقة، ما رأيك في افتتاح السنة الدراسية في موعدها؟ أم تفضل أن تفتتح بعد شهر من الآن؟ لا لا لا، نحن مع افتتاح السنة الدراسية بموعدها في 1/9 والتعليم الوجاهي من داخل المدارس، وعدم ربط افتتاح السنة الدراسية بجميع التجهيزات والمخططات الوزارة اللي بتحطها. مع الأسف يعني تأجيل افتتاح السنة الدراسية هو بسبب فقط هناك عدم تجهيزات أو عطل وأعياد في الوسط اليهودي. أعتقد أنه كما فتحت المدارس في الوسط المتدين قبل أسبوع، ممكن ويجب أن تفتح المدارس في 1/9، وعدم التماطل وعدم تأجيل افتتاح السنة الدراسية بالوسط العربي، وبالموازاة ممكن الاستمرار في جميع المنظومة من جهة الفحوصات والتطعيمات كما هو مخطط. وأعتقد الوزارة اليوم عليها فقط تجهيز وتنفيذ هذا المخطط الذي هي قد وضعته، ونحن قبلنا بهذه نعم. المنظومة. يعني هذا النقاش صلوا سنة من في السنة السابقة، أيضا نفس النقاش وهذه السنة، على أمل أن يتم يعني حله في الأيام المقبلة. شكرا لك المحامي نديم مصري، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية. وإلى أم الفحم، حيث هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة ووحداتها الخاصة منازل ومنشآت قيد الإنشاء في أم الفحم بذريعة البناء دون ترخيص صباح اليوم الأحد. الزميل مجد دانيال تواجد هناك وأعد لنا التقرير التالي. كان بيت امبارح، بيت يعني الإنسان إحساس ومشاعر. أنا من الضرر جدا بكيت، لازم أظني أبكي بس ما بيطلع ليش، بقدرش، خلص القلب يبكي حبيبي. تحت أنقاض هذه البيوت دفنت أحلام وطموحات أصحابها من عائلة جبارين في مدينة أم الفحم، بعد أن أقدمت الجرافات الإسرائيلية على هدمها بإدعاء البناء دون ترخيص. إحنا اليوم نتفاجأ الصبح
على دخول قوات كبيرة من الجيش مرافقين معهم من الشرطة والحرس الحدود، ومعهم المجنزرتين اللي بهدين الدور، وهي النتيجة. الدار مبنية على أرض الحج عثمان إبراهيم جبرين، والأرض الثانية مبنية على أرض الحج فهمي إبراهيم جبرين. هاي الأراضي عن أبوي وعن عمي، ما أخذناها من شلومو دافيد أو من اليهود. يروي أبو حلمي والغصة تعتصر قلبه عن ابن أخيه الذي استغرق 3 سنوات لإتمام بناء بيته بعد أن أمضى سنين عمره يجمع تكاليف بنائه الباهظة، آملاً بالعيش تحت سقف آمن، مؤسساً أسرة برفقة زوجته المستقبلية. لكن شقاء السنين الطويلة دمر بظرف ساعة من الزمن. في ريعان شبابه حاط الدم كلبه في هاي الدار على أساس إنه في شهر 6 الجاي يخطب ويتجوز. هون ما بس هدموا المنزل، هدموا المستقبل، هدموا كل طموحاته. لم تباغت جرافات الهدم الإسرائيلية المواطنين وحسب، بل فاجأت البلدية بقدومها معززة بقوات من حرس الحدود والشرطة، رغم وجود خارطة تفصيلية قيد التخطيط بهدف ترخيص هذه المباني. احنا طبعا فوجئنا، والإشي طبعا يعني آلمنا. يعني صحيح انه الإنسان يعني كان فيه تفاهمات، تقوم يعني ساعات الصبح تطلع على بناية بحجم يعني مبنية وتهدم أمام عينك، يعني أمر صحيح مؤسف وأمر اللي يعني يؤلم كل إنسان. لذلك يعني شعرنا أنه إحنا يعني كانت تفاهمات وكأنه الأمر ولا كأنه تفاهمنا معهم يعني على الموضوع. نحمل المسؤولية الأولى والأخيرة على المؤسسة التنفيذية والمخططة وزارة الداخلية، لأنه بيدها كل إشي، في إيدها الميزانيات، في إيدها يعني إنها تسرع في التخطيط حتى أن الناس يبنوا في أمان. بيوت هدمت وأخرى يتهددها شبح الهدم، واقع أليم يعيشه المجتمع العربي في البلاد جراء سياسة إسرائيلية ممنهجة لم تكتفي بمصادرة الغالبية العظمى من الأراضي العربية، بل تمنع البناء على ما تبقى منها. لكن هذه السياسة كما يؤكد لنا أبو حلمي لن تنال من عزيمته، ولن تدفع به للرحيل عن هذه الأرض، بل تزيده تشبثا وإصرارا على البقاء. المزيد من الهدم. وحول هذا الموضوع ينضم إلي محمود أديب إخبارية، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وهنا في استوديو أمل عرابي محامي ومخطط مدن من جمعية سيكوي. أهلا بكما أستاذ محمود. سأبدأ معك، أين وصلت القضية في أم الفحم اليوم؟ يعني كما تعلمون في ظل الحكومة، حكومة بنت الأخيرة، يعني كما يبدو أنه وتيرة التصعيد على كافة المستويات بما يتعلق بالجماهير الفلسطينية في الداخل في تصاعد نحو الأسوأ طبعا، يعني المصادرات مستمرة، هدم البيوت، وتيرة هدم البيوت يعني تزداد شراسة. يعني في داخل أم الفحم اليوم، في يعني هذه البيوت التي نتحدث عنها لا تشكل أي خطر، بعيدة يعني بعيدة عن، ليس عن الشارع الرئيسي، عن الشارع الفرعي بخط هوائي ما يقارب، أنا كنت الموقع اليوم مرتين يعني وفحصت يعني مدى خطورة أو العائق اللي تشكله هذه البيوت. يعني كنت مذهول حقيقة، كنت مذهول. يعني ما الداعي، ما السبب للإقدام على خطوة من هذا النوع؟ هل حصلتم على إنذارات سابقة للهدم؟ يعني المعلومات الرسمية المؤكدة من قبل رئيس البلدية بشكل شخصي، تحدثت معه اليوم مرتين، والقائم بعمل رئيس البلدية الأخ زكي إخبارية تحدثت معه مرتين والتقيت فيه مرة في الموقع. يعني لا يوجد عندهم أي إنذار مسبق قبل لحظات، هم تفاجأوا كما تفاجأ يعني تفاجأ أصحاب البيوت من هذه الخطوة. نعم، للأسف هذه الخطوات تستمر حتى اليوم في جميع المناطق. شكرا لك محمود أديب إخبارية، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وأنتقل إليك أمل
أزمة أراضي وأزمة مسكن، يعني العديد من الأزمات في المجتمع العربي، كيف تؤثر هذه الأزمة أو هدم البيوت على أزمة السكن والمسكن في المجتمع العربي؟ يعني ربما إذا نتحدث عن أم الفحم ممكن تكون أم الفحم مثال ممتاز لتأثير سياسات التخطيط الإسرائيلية على مدار السنوات على أزمة المسكن. فأم الفحم على سبيل المثال لديها مخططان شمولي، مخططان تفصيليان يجريان في هذه السنوات، وهذه المخططات بسبب مماطلة مؤسسات التخطيط أخذت أكثر من وقتها، حتى بما يسمى بمشاريع الفتمال، وهي مشاريع التي كان من المفروض أن تنتهي خلال سنة، في أم الفحم تأخذ 4 سنوات، وحتى الآن لم يصادق هذا المخطط. وأمام هذه المماطلة يجد المواطن العربي نفسه أمام باب مغلق وعدم قدرة على البناء، فهكذا يجد نفسه مضطر مرة أخرى أن يبني بدون ترخيص على أراضي خاصة. وهذا هو الشق الأول للأزمة، والأشخاص أصحاب الأراضي الخاصة الذين يعانون من انعدام التخطيط ومن المماطلة في المصادقة على مخططات تفصيلية، وتحدثنا عن هذا الموضوع في السابق وأيضا بما يتعلق بقانون كامينيتس. ولكن لما نتحدث عن أزمة الإسكان للشباب نحن نرى أن هناك شريحة أخرى، وهي الشريحة التي لا تملك أراضي، وهي الأغلب مجتمعنا بسبب عمليات المصادرة قبيل النكبة وعمليات التهجير. ما يقارب 50% من المجتمع العربي الفلسطيني بداخل لا يملك أرض خاصة، ونسأل نفسنا ما هي البدائل أمام والمقابل هذه؟ توجد غلاء في أسعار المسكن أيضا وفي أسعار البيوت، هذا هو نتاج لهذه العملية، لأن نحن نرى أن هناك يعني كمية صغيرة جدا من الأراضي المسموح لها البناء، وهي تعاني من أزمات على مستوى التخطيط، ولكن هي كمية قليلة جدا، ولكن هناك طلب عالي جدا من الأزواج الشابة والمجتمع العربي على الأراضي. عندما يكون الطلب عالي والعروضات ضعيفة جدا يتم ارتفاع عالي بالأسعار. نضيف إلى الارتفاع هذا هي عملية غلاء أسعار البناء على مدار السنوات، ما نتحدث عن مواد البناء والتخطيط وما إلى ذلك، ونضيف إلها أيضا انعدام وجود سوء بناء عقاري. ماذا نعني بناء عقاري؟ وهو دخول مقاولين لبناء شقق سكنية تسوق إلى داخل البلدات العربية. من يبني؟ يخرج الشباب أيضا إلى مدن يهودية خارج القرية وخارج المدينة. هذه واحد وهذا واحد من الحلول المطروحة أمام الشباب، ولكن علينا أن نذكر الإسكان في البلدات اليهودية إن كان اقتناء بيت يحتاج إلى مبلغ كبير وإلى منالية ما يسمى بالمشكنتة أو الائتمان البنكي وليس عند جميع الشباب، وإن كان استئجار فهم يواجهون سياسات عنصرية أخرى كانعدام التعليم وانعدام المرافق العامة، ولكن فعلا هذا الحل، الانتقال إلى البلدات اليهودية أصبح حل موجود. ونحن نرى أن خصوصا الشباب المتعلم الذي من شأنه أن يكون رافعة اقتصادية وتعليمية إلى البلدات يجد نفسه يخرج من بلداته في بحثه أمام مسكن. ولكن طرحت العديد من الحلول في هذا الموضوع، العديد من المخططات، أين وصلت اليوم؟ نحن فعلا شهدنا في السنوات السابقة المصادقة على الخطط الاقتصادية التي مررت الكثير من الميزانيات للسلطات المحلية للبدء في عملية التخطيط، ولكن علينا نذكر أن عملية التخطيط معدل المصادقة على مخطط مفصل في بلدات عربية هو من 7 إلى 10 سنوات. حتى يعني نحل الأزمة نحن بحاجة إلى مخططات تفصيلية التي مصادق عليها، ولكن هذا الأمر يأخذ له سنوات. وإن كان القانون يسمى بقانون التخطيط والبناء، فالتخطيط يجب أن يأتي مع البناء، ونحن نرى أن هناك مماطلة في التخطيط، ولكن البناء لا ينتظر، لأن الشباب يريد أن يبني وأن يؤمن إلى نفسه مسكن، والدولة تستمر في سياسة كتم الأذان والأعين. نحن نريد أن نطبق القانون بدون علاقة إلى أزمة الإسكان، وهذا الشيء نرى في المخططات الحكومية. ما هناك شروط أن نعطيكم موارد للتخطيط، ولكن عليكم أن تثبتوا أنكم تهدموا البيوت الغير مرخصة وأنكم تحافظوا على مساحات البناء. وهذه العوامل جميعها، العوامل الاقتصادية والعوامل السياسية، وهناك عامل اجتماعي آخر سنتوسع عنه ربما في مكان آخر وما يتعلق بتطور العمراني في البلدات العربية، كلها تشكل عوامل لأزمة الإسكان العربية التي إن لم يعني تعالج في السنوات هذه من خلال سياسات وموارد سنرى ارتفاع آخر في سعر السكن في البلدات العربية والأزواج الشابة خاصة الذين لا يملكون أراضي. نعم، وخروج هؤلاء الشباب من مكانهم ومن أرضهم. شكرا لك أمل عرابي، محامي ومخطط مدن من جمعية سيكوي. شكرا لك. شكرا.
بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شارك العشرات من النشطاء السياسيين في وقفة تضامنية مع المعتقلين على خلفية هبة الكرامة ورفضا للملاحقات السياسية. مراسلتنا سماح وتد شاركت في الوقفة التي نظمت في وقت سابق، اليوم فلنشاهد. أهلا بكم أعزائنا المشاهدون، نحن موجودون الآن في مفرق مجيدو تحديدا من أمام سجن مجيدو الذي يقبع فيه أغلبية المعتقلين، شبان المعتقلين من عكا ومن اللد على خلفية هبة أيار، أحداث أيار مايو الأخير. يدور الحديث عن معتقلين يتعرضون للتنكيل وللتعذيب في كثير من الأحيان، وبحسب يعني المعلومات التي تردنا هم يحرمون أيضا من العلاج الطبي اللازم لهم. ويعني الحديث أكثر حول حيثيات، لنقف عند حيثيات هذه القضية وهذا الشأن. ينضم إلي رئيس لجنة المتابعة العليا سيد محمد بركي. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا. يعني هناك حضور جيد يعني نسبة لتظاهرات أخرى في مثل هذه الساعة، ما رأيك بالحضور؟ هنالك غضب كبير عند جمهور شعبنا، وهنالك غضب عند الأهالي الذين جاءوا ليقفوا إلى جانب أبنائهم المعتقلين ليقولوا لأبنائهم أنهم ليسوا وحدهم. ونحن كلجنة متابعة الذين دعونا إلى هذه التظاهرة من خلال لجنة الحريات جئنا لنقول أن المعتقلين هم أبناء عائلتهم، لكنهم الآن أبناء شعبنا ومسؤوليتنا تقتضي أن نقف إلى جانبهم. هنالك تعذيب، وأنا استمعت إلى شهادات رهيبة من أمهات لم يتعرفن على أبنائهن، هذا كلام ما بيركب على العقل. أكثر من هيك يعني كل المعتقلين قدمت ضدهم لوائح اتهام، بمعنى مش انه بدهم تزعموا من اعترافات، خلصوا التحقيق وقدموا لوائح اتهام. التعذيب من اجل التعذيب، والضرب من اجل الضرب، والتنكيل من اجل التنكيل، ونحن لن نسمح انه يكونوا اولادنا وابنائنا مطب لناس معقدين مجرمين يخدمون نظام مجرم. يعني بالإضافة لهذه التظاهرة وأهميتها، ما هي الخطوات المستقبلية التي ينوي المجتمع العربي القيام بها بعد يعني أقل من شهرين على هذه الهبة التي كانت يعني لها بارزة جدا في الأحداث الأخيرة؟ هبة الكرامة هي هبة شعب بأسره، كل الشعب الفلسطيني، لكن أستطيع أن أقول باعتزاز أن قرار الإضراب في هبة الكرامة خرج من لجنة المتابعة من مدينة يافا بالتحديد، ولذلك نحن نقف إلى جانب أبنائنا ونتحمل مسؤولية كل ما يحدث لهم من خلال الموضوع القضائي ومن خلال الموضوع أيضا الإعلامي والعالمي. ونحن أنا في لقائي مع الأمهات قبل أيام في اللد تحدثنا على توجيه مذكرة للمجتمع الدولي حول الموضوع، طبعا بالإضافة إلى النشاطات الاحتجاجية التي نقوم فيها والتي سنواصلها من أجل الوقوف إلى جانب هؤلاء الشباب. يعني ما هو تفسير السلطات الإسرائيلية؟ هذا تعبير عن عقلية بهيمية لا يوجد لها تفسير، أصلا التعذيب ممنوع، لكن أحيانا يقولوا أنه يريدون انتزاع اعتراف. إيش اعتراف في إيش؟ ما أنت قدمت ضده رائحة اتهام، شو بدك منه بعد؟ وهو معتقل مش على ذمة التحقيق، هو معتقل على ذمة المحكمة والمحاكمة. لذلك هذا يدل على بهيمية هذا النظام وهذه السلطة وهذه المؤسسة التي ترى في تعذيب هؤلاء الشباب وضربهم وتوريم وجوههم متعة مريضة. هل تظن أن يعني في ربما أحداث مستقبلية سيكون هذا التعذيب من شأنه أن ربما يمنع أو يردع هؤلاء الشبان والمجتمع العربي بأسره بأن يعني يتكاتف ويخرج في مظاهرات مشابهة؟ طبعا، أولا أنا أعتقد أن هذه الوقفة ستصل رسالتها إلى من يجب أن تصل، لكن أريد أن أقول أكثر من ذلك. نحن قد نسعى إلى عدم التعامل مع التعذيب كأنه تعذيب مؤسسة للشباب، إنما هنالك سجانون يجب أن نعرف أسماءهم لمقاضاتهم شخصيا، ويجب أن يحذروا، يجب أن يحذروا أنهم سيدفعوا الثمن القانوني الكامل على انتهاك أجساد وحرية هؤلاء الشباب. إذن سيد محمد بركي، كلمتك الأخيرة للمجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي في الداخل الذي يستمع إلينا الآن. كلمتي هي أن هؤلاء الأبناء
هؤلاء الشباب كانوا أبناء عائلاتهم قبل عدة أيام قبل في هبة الكرامة قبل هبة الكرامة. الآن هم أبناءنا جميعا، هم لم يخرجوا للتظاهر من أجل قضية خاصة وقضية شخصية، هم لم يخرجوا إلى الشوارع من أجل فائدة ذاتية أو شخصية، هم من أجل قضية القدس والأقصى والشيخ جراح وغزة. ولذلك مسؤولية الدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم مسؤولية كل أبناء شعبنا بدون استثناء. أشكرك سيد محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا، شكرا لك. إذا كما سمعنا السيد محمد بركي يقول إن الشبان المحتجزين أو المعتقلين والذين يتعرضون للتنكيل هم أبناء المجتمع العربي وأبناء هبة الكرامة. لجنة المتابعة العليا ستتابع في نشاطاتها واحتجاجاتها للاستمرار في هذا الاحتجاج. نحن لا نزال في هذه الأثناء في التظاهرة التضامنية مع الشبان المعتقلين من شتى البلدات العربية من شمال البلاد وحتى جنوبها على خلفية الأحداث الأخيرة في أيار مايو الماضي، وللوقوف عند تفاصيل هذه الاعتقالات التي يصفها الأهالي بالغاشمة والظالمة. تنضم إلي سيدة رباب واكد والدة المعتقل نور واكد. أهلا بك سيدة رباب. أهلا. إذن هذه التظاهرة هي تضامنية مع المعتقلين، ماذا تقولين حول ذلك وكم هو يعني أمر مهم بالنسبة للمعتقلين وأهالي المعتقلين؟ بالطبع الأمر ضروري جدا لأنه إحنا موجودين بريت السجن، فإحنا منعرفش كتير شو عم بيصير مع أولادنا جوية السجن. اللي اتضح لي اليوم مثلا أنه أنا أخوي بالصدفة هو المحامي تاع ابني، فاليوم بعت المحامين اللي بتشتغل معاه انها تروح تتواجد معاه تشوف شو عم بيصير معاهن جوا. وتفاجئنا كثير انه ابني كان واحد من الشباب اللي طلعت وحكت للمحققين معاه على الظلم والتعنيف اللي صار معاه بوقت التحقيق، وهذا الاشي ما انذكر معاه بالتحقيق نفسه بالسجل، يعني ما تسجلش هاي الشغلات. كيف حاله نور؟ هل هو يعني جيد من ناحية صحية؟ وهل قدموا له العلاج الصحي؟ الصراحة نور بحالة جيد الحمد لله. أنا بالنسبة لي كل هاي الشبيبة هي ولادي، مش بس نور هو ابني. اليوم في واحد صاحب نور اللي هو اسمه آدم عمر اللي انتقل لسجن تاني اللي تسبب له تعنيف كتير شديد بالأيام الأخيرة. اليوم أنا سمعت من أخوه أنه نقلوه على سلمون، وهو كان بتواصل مع أخوه واللي شرح له إياته أنه وجهه كتير منفخ، عنده عينه مش قادر يفتحها، إله جمعة، الولد كتير بيعاني وما فيش من يتعاطف معاه، فيش من يتواجد معاه. سيدة رباب أنت قلت أنه يعني نور والحمد لله هو بحالة جيدة، هل هذه المشاهد التي يصفونها لك تثير يعني ربما قلقك على ابنك من أن يعاني من مثل هذه الأمور، وماذا تفعلين يعني لمنع ذلك؟ بالطبع هاي الأشياء كتير كتير أنا يعني بتعاطف أنا مع كل ولد، أنا بالنسبة لي كل ولد موجود جوا وعارف أنه هذا الإشي ظلم لأني أنا اللي شايف الأشياء وأنا اللي بعرفها. فأنا على نور؟ مش بس أنا على نور أكتر إشي هقل إشي بخاف عليه، لأنه أنا بعرف إنه ابني من الشباب اللي بقدر يعني أركن عليها في إنها تصبر غيرها، وإنه نور بنعد من الولاد الكبار بالسجن جوا. ابني عمره 22 سنة، في ولاد هنا موجودين عمرهم 17 و16 و18 سنة، هدول في ولاد اللي عن جد ما فيش من يسأل عنهن، فيش مش عارفين. يعني أنا بالصدفة أخوي محامي وأنا إنساني قديري وبقدر عارفة لمين أوصل ومين أسأل. في شباب مش معروف شو مصيره، وابني مش معروف شو مصيره أصلا. يعني لما أنا بعرف إنه ابني قلط تحقيق وقلط تعذيب، ابني قالوا له إمك ماتت، ورجوهن صورة سيارتي قال بعضارة، وبقول لك خلوا الباب مفتوح، كل واحد من المحققين يفوت يقول له سلامة راسك، مش تدفين بتسعرخاء، لأنه هذا الحكي اللي نقال. فغير التعذيب انه كان على كرسي 8 ساعات، وغير انه كان ب صعب يعني ما هو علي احكيها متاسفه، بقول انه قلط تعذيب كثير كثير صعب، وهذا الحكي حكاه للمحققين، واللي اليوم اللي انا بشوفه انه مش موجود بالتيك حكيراه. يعني حتى بعد التحقيق الشباك لما الولاد طلعوا على يخدات يلاب اللي هي لمنع الجرم وكل هذا، انقال بالتحقيق التعذيب اللي كان تحت وما انذكرش عن طريق المحققين اللي
تبعوا التحقيق اللي كان مع الشباك. وعندما يعني تطالبون السلطات المعنية برد حول ذلك، ماذا يقولون لكم؟ يعني ما هو ردهم على مثل هذه الادعاءات بالتعذيب والتنكيل لقاصرين كما قلت؟ صراحة يعني أنا أقول لك إنه معي جواب من سلطات، لا أنا ما حدش بعرفش يعني لحد إسا أنا ما لقيت جواب عند حدا. فأنا عشان هيك إحنا موجودين هون عشان صوتنا ينسمع، عشان عن جد كل واحد اللي عنده صلاحية وبيقدر يساعد بالإشي يقوم يوقف مع هاي الشباب اللي مش عارفين شو مصيره. يعني أنا ابني اليوم لما طلب خاله يجي عنده عشان يشوفه بالحبس عشان يعرف شو معاه، مش عارف حاله شو عم بيصير، مش عارفين شو عم بيصير معاهن للشباب، هن مش عارفين شو مصيرهن، مش عارفين هن موجودين، شو بالضبط عم بيصير معاهن. ليش الشباب اللي يعني كتير مهم انه انا يعني ما فوتيش انت بالسؤال اللي كتير مهم بالبداية المفروض يكون، ليش ولادنا جوا؟ ليش ولادنا جوا؟ ولادنا جوا عشان ننصدوا صدوا يعني ناس تهاجم بالضبط، في احنا تهجموا علينا ناس ومعانا هنا كله موفق يعني. وهي الناس العالم هاي اللي اجت اللي انا بسميها عصابات، هن عصابات اجوا لتحت بيتنا اللي تهجموا علينا على ممتلكاتنا على خصوصياتنا. انا كثير احنا تعنفنا، وحتى لما يعني رحنا التجأنا للشرطه واشتكينا بعثوا لنا برد انه لونا مشيخ بحكيره ولونا عميد لدين، بينما احنا اولادنا، انا ابني كان بطابه، ابني كان بمعبر طابه لما اجوا اخذوه كان موقف بقلات 10 ايام ما عرفتش وين ابني. انا لما كنت اتصل على البوليس كانوا يقولوا لي انت بتاكدي اللي اجوا اخذوه هن بوليسيه؟ كانوا لابسين مديم، البوليس نفسه ما كانش عارف وين ابني. لحديت بعد 10 ايام تا ابني بتصل لي بقول لي يما انا تعنفت، انا انجبرت، انا 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 هديتي. بقول له بايش هديت؟ انا هديتي اني ضربت اليهودي عشانه ضربك، يعني حتى الهدى امشي بمحله، يعني انه يعني اشكر بالضبط اجبر على الاعتراف واعترف كثير شغلات. كان يعني انا بعدين فهمت انه كانوا يقولوا له عشان نطلعك تزور امك، احنا مش عاطلين، احنا بدنا اياك تروح تشوف امك للمره الاخيره قبل ما تفوت على قبرها، يعني شوفي لوين. قالوا له اعطينا يعني ايش عندك، احكي. كان كل ما يطلعني المعلومه يقولوا لا هذا مش كفايه بدك تروح تشوف امك، يعني شبعوه كذب انه تروح تشوف امك. لا كان الاشي كثير صعب، يعني انا صراحه مستغرب انه واقفه بالك وقدري احكي بدون ما ابكي. يعني انا اقدر ذلك جدا، اشكرك على هذه المقابله وهذه الصراحه وهذه التفاصيل. شكرا لك سيده رباب. لازم توصل لكل انسان اللي عنده عن جد عنده مقدر انه يساعد، لانه الشيء عن جد يعني مخجل جدا انه احنا عرب وفش عندنا ولا اي حدا يساعدنا، واولادنا جوا، اولادنا يعني مش فاهمين عن جد ليش هن بعدن جوا، هن مستنين حدا يتحرك وان شاء الله انه يصير عن جد. اشكرك سيده رباب والده المعتقل نور كايد واكد من حيفا. اذا كما سمعتم اعزائنا المشاهدين الكثير من هؤلاء المعتقلين هم قاصرين، لم يعني هم دون سن 18 ويتعرضون للتعذيب والتنكيل، وفي كثير من الاحيان هذه التفاصيل لا تسجل في سجل التحقيق كما تقول سيده رباب والعديد من الاهالي. هذه التظاهره هنا على مفرق مجد لاسماع صوت هؤلاء المعتقلين واهاليهم، ليس فقط للمجتمع هنا في داخل البلاد انما ايضا الى المجتمع الدولي كما تحدثنا مع بعض المتظاهرين هنا، وايضا لايصال رساله للمعتقلين هنا من داخل السجن ان يعني هم لم ينسوهم وهم موجودون الان في الى جانبهم ويساندونهم ويتضامنون معهم. الى هنا فعلا قصص مؤلمه، شكرا لك سماح ودد. والان الى النقب حيث اعلن التجار هناك عن اضراب على مدخل مبنى البلديه احتجاجا على فرض رسوم على ركن السيارات امام محلاتهم التجاريه. الزميل ياسر العقبي اعد لنا التقرير التالي. تجار مركز مدينة رهط أعلنوا عن إضراب استمر لمدة ساعتين وتظاهروا على مدخل مبنى البلدية احتجاجا على فرض رسوم على ركن السيارات أمام محلاتهم التجارية، حيث دعت لجنة أصحاب المحلات التجارية جميع التجار إلى الالتفاف والتضامن معهم من أجل نيل حقوقهم الكاملة. لدينا اليوم إشكالية
بالنسبة لتنظيم جديد أو برنامج جديد، وهو تنظيم أو مواقف السيارات في مركز البلد. هذا المشروع غير مهني وغير مدروس، ولا يخدم مصالح لا المصالح التجارية ولا مصالح أهل هذه المدينة. عندنا مشكلة مع البلدية بالنسبة للدخول تبعت الحنايا، اللي بشكل عام من 1/7 تفاجأنا أنه البكاحين تبعنا ريا بحمل مسعورة نزلوا على السيارات، كتاب الدخول يعني تفاجأنا أنه من أحد حكى معنا كأصحاب محلات بندفع رنونة بندفع إيش بيطلعين من ضرائب، ما حد حكى معنا عن الموضوع. تواصلنا مع المسؤولين في البلدية، أوعدونا بشغلات نصهم تحققن ونصهم ما تحققن، فهم كيف؟ وبيرجعوا الكرة على مطرحها، يعني نفس الإشي كل وقت نفس الحاجة. لجنة أصحاب المصالح في مركز المدينة أشارت إلى أنه لا يكفي جائحة الكورونا التي أثرت سلبا على مدخولاتهم، حيث تبين من فحص أجرته اللجنة أن مدخولات عدد من أصحاب المحال التجارية في المركز تراجعت بنسبة وصلت إلى 40% في شهر تموز يوليو الماضي، لافتة إلى أن هذا القرار الذي اتخذه أعضاء البلدية لم يأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب المصالح الذين يعانون الأمرين بسبب فرض الرسوم على ركن السيارات. أتيت إلى هنا لأتضامن مع أصحاب المحلات ومع أهالي المدينة، مع الغلبان المواطن الغلبان الرحطاوي بصدد هذا المشروع، هذا القانون الذي يعني يظلم المواطن الرحطاوي، وأيضا أصحاب المحلات الذي تضررت محلاتهم بسبب هذا القانون. أنا من اليوم الأول ناديت وطلبت بإلغاء هذا القانون لأنه غير يعني حيوي، وبالتالي بدل من البلدية أن تدعم الاقتصاد في المدينة هي عمليا سببت ضرر كبير لأصحاب المحلات في وسط المدينة. الشركة الاقتصادية في مدينة رهط وهي الذراع الاقتصادية لإدارة البلدية دعت أن المعارضين هم مجموعة هامشية، حيث غالبية أصحاب المصالح يؤيدون تنظيم حركة السير المكتظة في مركز المدينة، وأن أجندة عدد من التجار هي سياسية على حد تعبيرهم. وحول هذا الموضوع ينضم إلي عقيل الزيادني صاحب محل تجارية وعضو لجنة المجمع التجاري من رهط، وينضم إلي عبر الهاتف. أهلا بك، ما هي المخالفات التي وصلت إليكم وما هي المشكلة وما هي عوامل المشكلة؟ دكتور كريمة، بداية يعني أنا أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج. دعينا يعني نوضح عدة أمور ونضع النقاط على الحروف بعيدا عن الاستعلاءات والجعجعة بدون طحن. بداية أختي الكريمة، نحن لسنا ضد، نحن أصحاب المحلات التجارية لسنا ضد العمل التنظيمي والعمل المهني، وخاصة في المركز التجاري في مدينة رهط. نحن كمان مرة لسنا ضد أحد، لسنا ضد أشخاص ولسنا ضد مؤسسات. الغرض هنا يا أختي الكريمة الاختلاف هو اختلاف في نوعية العمل وحقوقنا المشروعة في هذا المجال. أختي الكريمة، يعني أنا استمعت إلى تقريركم واستمعت إلى تعقيب مدير الشركة الاقتصادية، والذي هنالك خطأ. الشركة الاقتصادية هي ليست الذراع الاقتصادي لمدينة رهط. الشركة الاقتصادية مشروع مسؤول عن مشروعين، مشروع بركة الغدير والتي يعني لا نرى يعني لم تعيد بفائدة اقتصادية على المدينة، وخاصة لو نظرنا إلى تقرير الموازنة سنة 2020 لهذه المشروع، ومشروع صغير لافتة في وسط المدينة. أختي الكريمة، لو ذهبنا إلى المراكز التجارية في أقرب مدينة لنا وهي مدينة بئر السبع، هذه المراكز والتي تحتوي داخلها كبرى الشركات العالمية هي قد أعفت هذه المحلات التجارية من دفع بدفع مقابل ركن المركبة. هل تواصلتم مع جهات مسؤولة لإعفائكم من الدفع؟ أختي الكريمة، نحن لا نطالب بالدفع يعني بإعفاء نهائي، ولكن نحن نبحث عن صيغة تكون يعني تلبي شيئا من احتياجاتنا. لا يعقل ما يعني أن تقوم بلدية رهط بتوكيل شركة اقتصادية بين هلالين لمعالجة هذا الأمر ويقولون لنا هذا ما لديكم. أختي الكريمة، كمان مرة أقولك، نحن في المجتمع العربي حتى رجل الأعمال هو فقير. نعم. يعني وهذا مقارنة مع الوسط اليهودي.
يعني الشركة الاقتصادية تغني على موال يقول نحن نمنح نصف ساعة أولية. لمن نصف ساعة أولية؟ للذين يحملون بطاقة اعتماد ولديهم تطبيق البنجو. أختي الكريمة خلال عملية إحصاء يعني في مدينة رهط الذين يمتلكون هذه الصيغة هذه المعادلة هم فقط 15%. نعم فعلا يعني هي أزمة مهمة ومهم إثارة هذا الموضوع. شكرا لك عقيل الزيادني صاحب محل تجارية وعضو لجنة المجمع التجاري في رهط، شكرا لك. والآن إلى أنتقل إلى محمود العمور وهو مدير الشركة الاقتصادية في رهط. أهلا بك أستاذ محمود، استمعت لما قال عقيل الزيادني، ما رأيك في يعني ما قاله هو من هذه الشكاوى؟ مساء الخير. بداية قانون جاء لأسباب أهمها تنظيم حركة السير في مركز المدينة. كما نعلم مركز المدينة كان عبارة عن اختناق مروري مستمر طيلة ساعات اليوم، وبالتالي أحد الأهداف هي تنظيم حركة السير كما قلت. الهدف الثاني هو توفير أماكن لمواقف السيارات للزائرين من داخل المدينة ومن خارج المدينة. كما نعلم كان من الصعب جدا إيجاد محلات لتركين السيارات في مركز المدينة نتيجة عن الاختناق، وبالتالي القانون جاء لنظم هذا الشيء. ما أود أن أقوله، أولا سكان رهط يحصلون على تخفيض 50% من رسوم مواقف السيارات، وأيضا كل من يزور مركز المدينة يحصل على نصف ساعة الأولى مجاني. يعني هو قال أن في أماكن أخرى في بئر السبع أحيانا المصفات يعني هي مجانية، يعني هل يمكن الوصول؟ طيب إذا كان غير صحيح، هل يمكن الوصول إلى يعني اتفاق بينكم وبين الأهالي؟ هو يتكلم عن مركز البيج والمراكز التجارية الخاصة التي توفر زبائنها أماكن لو موقوف السيارات بالمجانا. جميع المرافق العامة في بئر السبع وفي معظم المدن العصرية المتقدمة، ونحن نصب إلى أن نكون مدينة عصرية متقدمة، هي يتم دفع رسوم لوقوف السيارات، وبالتالي هذا غير صحيح. احنا لا نتكلم عن المواطن الغلبان، كما قلت المواطن الغلبان حصل على نصف ساعة مجانية، وبالتالي كل مواطن لديه مصالح في مركز المدينة يستطيع إتمامها خلال نص ساعة وبالتالي لا يدفع شيء، ومن يستهلك أكثر من نص ساعة يحصل على تخفيض بقيمة 50% كما قلت. المشكلة هي مع أصحاب المحلات التجارية مش مع مواطن الغلبان. نعم. أصحاب المحلات التجارية قمنا بتوفير أماكن مجانية في مركز المدينة، ولكن هي ليست بجانب المراكز التجارية أو كل واحد يوقف سيارة قدام المركز التجاري، إنما هي بعيدة ما يقارب بين 50 إلى 100 متر. نعم، مواصلة الرسالة. ممكن أن يركن سيارته مجاني أي صاحب مصلحة. نعم، وصلت الرسالة. إذن يعني هناك حلول قد تكون متاحة. شكرا لك محمود العمور مدير الشركة الاقتصادية في رهط. وإلى أزمة أخرى تهدد نسيج المجتمع وأمنه وأمانه، آفة العنف والجريمة المستشرية في مجتمعنا. قتلت لورين معين تفال 28 عاما من مدينة حيفا بالأصل، متأثرة بجروحها الحرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة الرمل مساء الجمعة. وجاء في التفاصيل أن الضحية تعرضت لإطلاق نار داخل السيارة بعد خروجها من المنزل، إذ أقدم ملثم على إطلاق نار عليها من مسافة قصيرة. نهاية أسبوع دامية شهدها المجتمع العربي أسفرت عن قتيلة في الرملة وسبع جرائم إطلاق نار، واحدة منها وقعت في قرية البعني ودبت الخوف في نفوس السكان. زهرة سعيد صحفية وأم لطفلين كانت بالقرب من مكان الحادث، قالت إنه بالرغم من أحداث العنف المتكررة لم تستطع تقبل المنظر الذي رأته. كل الوقت أنا كنت أكتب عن الموضوع، أعمل تغطية، أكتب أخبار
بس ولا إشي بيشبه إنك تعيش الحالة أو تسمع الصوت. يعني مجرد الصوت كان مرعب للأمانة. كله بيهون قدام كمان رعبة الأطفال. أنا كنت قاعدة صباح عادي دنيا الصبح وسمعت صوت. الصوت كان نوعا ما مألوف. سمعت أول مرة طلقة، تاني طلقة، فوقفت الحديث مع الأولاد وقلت لهم لحظة بدي أتأكد شو هذا الصوت. بعدين كان يعني وابل من الرصاص والموضوع كتير مرعبني. يعني مرقوا يومين بعد الحادث، أنا ما كنتش أقدر أحكي كتير، بس اعطيت هيك شوية حكي للبوليس اللي سألني كتير أسئلة. وأنا يعني مع أنه كان بعد 10 دقايق أنا ما كنتش قادرة أتذكر تقريبا أي إشي غير منظر الشاب على الأرض. وبعد هيك بتذكر نمت 6 ساعات. يومين كانوا صعبات وبتأمل عن جد ما نوصلش لوضع أنه نتعود عليه. في الأونة الأخيرة وفي ظل ازدياد جرائم القتل واستفحال العنف في المجتمع العربي، تبرز الفجوة بين الخطط الحكومية المزعومة وبين تنفيذها على أرض الواقع. طول ما نحن بنتحدث عن سياسات عنصرية تمييزية اللي هدفها أولاً وأخيراً إنه يقوي الشرطة وقواعدها بأنها تلاحقنا كفلسطينيين في هذه البلاد وتستعمل كل وسائل البطش والعنف، هذا بزمانه ما يمكن يساهم إنه يحل الجريمة ويحل موضوع العنف المستشري في مجتمعنا. والنساء أكثر عرضة أيضاً من نساء مجتمعنا، أكثر عرضة لهذا البطش. كم بالحري عندما نتحدث أيضاً عن مجتمع ذكوري اللي هذا المجتمع يمارس التهميش، يمارس العنف، يمارس الازدراء، يمارس كل وسائل وأشكال الكبت اللي النساء أيضاً تعاني منه في مجتمعنا. إذن باتت مشاهد العنف مألوفة وتتشابه بتفاصيل كثيرة، ولكن فإن المؤسسات المعنية والعاملة في الميدان تشير إلى شح بالخطط المناسبة للمجتمع العربي، ما يؤدي على ما يبدو لحالة الرعب كما يصفها المواطنون. وحول هذا الموضوع تنضم إلي سماح سلامي، ناشطة نسوية وكاتبة في موقع سحام كوميت. أهلا بك سماح. رغم الجهود يعني لمكافحة العنف والجريمة، لا زالت هذه الآفة موجودة في مجتمعنا. لماذا برأيك؟ يعني ما هي الأسباب؟ وهل تغيرت وهل استجدت الأسباب في الآونة الأخيرة؟ حقيقة يعني الأسباب معروفة لكل ناشطة نسوية. أنا مديرة جمعية نعم، أسسناها قبل 10 سنوات في مدينة الرملة بعد سلسلة من أحداث قتل النساء. اليوم إحنا منشوف إنه الجريمة ضد النساء جريمة ممنهجة، في دافع وفي ضغط على الزناد، وفي إنسان بيقبض وفي إنسان بطلب الطلبية هاي، وفي ضحية، وعادة الضحايا هن المستضعفين في المجتمع بالأخص نساء. مقتل لورين مصراتي أول أمس كان هو الجريمة الخامسة في هذا المنظمة الإجرامية. ما منقول عائلة، العائلة المفروض تكون مكان آمن للنساء مش مكان قاتل للنساء. شفنا كمان منظمات إجرام اللي قتل فيها 10 نساء في المنطقة، وإحنا بنعرف إنه وين في سلاح، وين في رجال عنيفين، وين في فوضى القانون. يعني لا تقدم لوائح اتهام، لا تحل كل قضايا القتل بشكل عام. يعني من هذه الأسرة قبل 6 سنوات قتل زوج الضحية لورين وقتل حماها. نعم. يعني هل تقولين أن الشرطة يعني الشرطة لها دور حتى يعني مع كل المحاولات لإرجاع مكانة الشرطة أو لمحاولة الضغط على الشرطة لأخذ دورها، حتى الآن لا زالت الشرطة لا تأخذ الدور المطلوب منها لحماية النساء؟ الشرطة اليوم تأخذ دور المحلل أكثر حتى من الناشط. يعني وهون يعني ملائم نحكي فرق يعني مريم، إنه كل اللي بينادوا بفتح محطات شرطة يعني وسيلة مهمة لمناهضة العنف أو لاجتثاث العنف والجريمة من مجتمعنا، مدن الساحل، الرمل، اللد، وحيفا، وعكا، ويافا، فيها من عشرات السنين محطات شرطة كبيرة، ويعني القاعدة أساسية موجودة في مدينة الرملة، كل لواء المركز إدارته موجودة في
يعني ناصر الشرطة مش ناقص في مدينة الرملة، وهن بيعرفوا بالزبط البؤر الإجرامية الموجودة في المنطقة، بيعرفوا أنه 40% من الجرائم القتل والعنف الصعب يعني ترتكب في منطقة المثلث الجنوبي والمركز اللي هي تابعة للواء المركز، فمش ناقص معلومات ومش ناقص فعل، ناقص خطة تنفذ، مش كرامة وشرف الشرطة ولا حملة هنا وحملة هناك. يعني هاي الجريمة كانت متوقعة. اليوم تحدثت مع للأسف يعني العائلة الثكلة في مدينة حيفا مع أخت الضحية وأمها، وحكوا عن تهديد مستمر من 6 سنوات، حكوا عن شكاوى لا تعد ولا تحصى، حكوا عن إنسان اللي تهجم على هاي الامرأة الأرملة بعد مقتل جوزها وهددها، وطبعا الصراع هو على أولاد، وطلبوا منها هي تحمي حالها، وحبسوا هذا الإنسان 3 أيام فقط وأبعدوه 90 يوم. يعني بنحكي عن السلاح اللي حطوه قدامها أمامها، يعني كل الوسائل التهديد اللي معروفة خلال 6 سنوات هدول شرطة إسرائيل ما قدرت تعتقل المهدد اللي هو أصلا يعني ملفه حافل بالإجرام وبالمشاركة بعمليات إجرامية. يعني وتم يعني إغلاق المدني، هذا مش عمل، وتم إغلاق الملف يعني كمعظم الملفات التي تغلق في الشرطة دون تقديم لائحة اتهام، يعني هذا السيناريو معروف. شكرا لك سماحة سلامي، ناشطة نسوية وكاتبة في موقع سحامكم، شكرا لك. شكرا. الإعلام الإسرائيلي يحب الاستطلاعات رغم عدم دقتها في بعض الأحيان، فقد نشر الصحفي عميد سيجل في القناة 12 الإسرائيلية استطلاعاً للرأي نشرت نتائجه القناة مساء الجمعة أن قوة حزب الليكود التمثيلية تعززت بمقعدين ليصل إلى 32 مقعداً. وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد ميدغام برئاسة مانو جيفا أن حزب يش عتيد يبقى الحزب الثاني من حيث القوة، إذ يحصل على 20 مقعداً، وحصل حزب شاس الحريدي على 9 مقاعد، في حين حصل كل من حزب كحولفان وحزب العمل على 8 مقاعد. وأوضح الاستطلاع أن كتلة يهدوت ترى تحصل على 7 مقاعد، في حين تحصل المشتركة ويمينة وإسرائيل بيتينو والصهيونية الدينية على 6 مقاعد. وتتأرجح 3 قوائم عند نسبة الحسم المحددة ب4 مقاعد، وجميعها من الائتلاف الحكومي، وهي تكفى حدشة وميريتس والموحدة. هذا الاستطلاع مهم، ولكن الأهم كان رضا الجمهور على تعامل الحكومة مع الجائحة. ويوضح الاستطلاع أن 59% أعطوا الحكومة درجة سيئة في التعامل مع الجائحة، فيما صنف 35% أداء الحكومة بأنه جيد. ورأى 40% من المشاركين أن أداء رئيس الحكومة نفتالي بنت جيد، في حين قال 51% أنه سيء. كما سئل المشاركون في الاستطلاع عن أي حكومتين تفضلون، ليوضح 46% منهم أنهم يفضلون حكومة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، فيما ذكر 33 أنهم يفضلون حكومة بنت. كما سئلوا عن أي من الشخصيتين تفضلون ليشغل منصب رئيس الحكومة من بين نتنياهو وبنت، ليجيب 45% لصالح الأول، في حين تحصل الثاني على تأييد 25% فقط. وفي رد على هذا الاستطلاع نشرت الصحفية فيها آرتس ياسمين ليفي ردا على عميد سيجل، قالت فيه: ارتاح يا عميد سيجل، استطلاعات المفاجأة لن تعيد لك القائد أو قائدك. وقد سخرت ليفي من القناة 12 ومن عميد سيجل ومن مقدم النشرة الإخبارية داني كوشمارو الذي افتتح النشرة بهذا الاستطلاع متفاخرا بأنه متفاجئ من نتائج الاستطلاع. كما تساءلت ليفي عن توقيت غير المبرر لهذا الاستطلاع بعد أشهر قليلة فقط على تنصيب الحكومة، وكيف أن هذه المقارنة هي مقارنة غير عادلة بين الحكومتين. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.